أول ما نحاسب عليه يوم القيامة الصلاة، فإن كان في الفرائض نقص كملتها النوافل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لذا فالمحافظة على النوافل أمر مهم جدا، ومن أهمها الرواتب التابعة للصلوات الخمس، وهن 12 ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، وأهمها على الإطلاق ركعة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر والأربع التي قبل الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. وراتبة المغرب والعشاء تصليان في البيت. قال ابن عمر: فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وليس للجمعة سنة راتبة قبلية، وإنما يشرع لمن دخل المسجد قبل دخول الخطيب أن يشتغل بما يقربه إلى الله من نوافل الصلاة والقراءة ونحو ذلك، ويشرع قضاء الرواتب إذا فاتت. قال ابن القيم: كان هديه صلى الله عليه وسلم قضاء السنن الرواتب، فحافظ على نوافل العبادات لتكون من السابقين بالخيرات. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.